أنا بطبيعة الحال سعيد وفي نفس الوقت خايف شوية من هاللقاء هذا. سعيد لأني مضبيا أكون معاكم في كل وقت، وخايف لأنه نعرف اللي باش سمعوني كل المآسي وكل الآلام وكل المشاكل وكل المشاغل اللي هي شرعية وطبيعية إن صح التعبير في الظرف متاع الانتقال. لكن شيء نحب نأكده لكم، أنا البارح كنت في المعتمديات الأخرى وكان لقاء زاد صعيب. كل لقاء هو صعيب في كل مكان، لأنه صعوبة جاية من أنه الناس عندها انتظارات كبرى وعندها مشاكل كبرى وعندها احتياجات كبرى، والدولة رغم كل شيء ما هي إلا يعني وريثة نظام ليدمر هالبلاد لمدة 50 سنة، والحكومة هذه ما لها إلا حكومة بتاع 5 6 أشهر، والمآسي والمهالك والصعوبات اللي ورثتها ما عندكم فيها أدنى فكرة. حيث نحن اليوم في هذه الحكومة، وأنا أعتبر نفسي جزء من يعني الحكم السياسي الجديد، سواء في الحكومة كحكومة، سواء رئاسة الجمهورية، سواء كمجلس التشريعي، قاعدين نواجه في تسونامي من المشاكل. نتصور أنه الكتار زاد داخلة فيها تسونامي من المشاكل. نتصور أنه مآسيكم الفردية كل واحد والمآسي بتاع المنطقة وكلها يعني تتشابه عامة. احنا تو شيء نجم نقوله لكم يعني من غير ما ندخل في هذاك الوعود الوهميه والكذب والكذا، اش نجم نقول لكم؟ نجم نقول لكم اللي اليوم يعني قاعدين نشوفوا في الهم اللي خلته سنوات الظلم وسنوات التهميش وسنوات الاحتقار وسنوات الفساد، وهو يعني شيء الخراب رهيب. شيء يقول لكم اللي لأول مرة ربما في تاريخ تونس، أنه اليوم عندكم أولادكم وبناتكم هم اللي مثلوكم سواء في المجلس التأسيسي سواء في الحكومة سواء في رئاسة الجمهورية، أنه هالناس هذم عندهم حتى نية لا باش يفسدوا ولا عندهم باش يفسدوا، وأنه الناس هذم عندهم إلا نية واحدة هي خدمة المصلحة العامة. الحاجة الأخرى هي أنه خدمة المصلحة العامة راهي تأخذ برشا وقت وصعيبة وأكثر وأصعب من ممكن، وما ثماش حلول سحرية لكن ثم حلول عادلة. الحلول العادة اليوم هي أنه هالمنطقة هذه يعني يكفيها كيك الكثير من المناطق من التهميش، وثم يعني صيغة بسيطة اللي هي كان مفروض أنها تتعمل، وأنه مثلا هذه المنطقة اللي خيراتها تتهز للمناطق الأخرى يعني تخلي جزء من خيراتها لهذه المنطقة. ولهذا احنا البارح حكينا في قضية أنه هذاك المشروع بتاع 20% من شركة الفوسفات يبقى في المنطقة ويتنمى في كامل المنطقة وليس فقط في الحوض المنشي بل في كامل المنطقة، هذا يعطي للمنطقة ما لا يقل عن تقريبا 40 مليون دينار. الاعتمادات التي خصصت للولايه 500 مليون دينار، يعني 10% من الاعتمادات الوطنيه نجم نلقاها على البلاصه. وهل الفلوس هذه قادره باش تعمل يعني باش تعمل شويه باش تخفف من حده الفقر. ايضا قضيه الاكتتاب الوطني وربما حتى اكتتاب جهوي، ايضا قضيه دفع المشاريع الصغرى، ايضا قضيه يعني الاصلاح الفلاحي الحقيقي باش الفلاحين يوليو يملكوا ويوليو عندهم تيتر وكتيتر ينجموا يمشوا ياخذوا به من البنوك قروض ميسره وقروض مسهله وليس قروض الربا. يعني ثم جمله من الاصلاحات اليوم اللي قاعده موجوده، اضافه الى ذيك المصانع مصنع السمان والمصانع الاخرى المبرمجه اللي يتمها التوصيل. الشيء نحب اقوله لكم، يبدو انكم بديتوا تتنرفزوا على السخانه، خلينا في ساعه نكمل. الشيء نحب اقوله لكم هو انه ثم مستقبل للبلاد تونس وثم مستقبل للمنطقه. هالمستقبل هذا له الطريق اليه ليس سهلا وليس يعني مفروش بالورود. الحاجات نتاع البلاد كبيره ياسر والامكانيات نتاع البلاد قليله ياسر، والناس كلها تحب توا والناس كلها تحب، وهذا شيء مفهوم. لكن يعني ما تهموش، ثم أمل وثم عمل وثم خير جاي لكن بالصبر وبالعمل الكبير. لأول مرة مثل ما قلت لكم وهذا من صميم القلب، فالبلاد هذه ثم نية سياسية لإخراج المنطقة من الفقر، ودليل على ذلك وجودي بينكم. ثم إرادة سياسية قوية باش نفاوض معك الماضي البغي. ثم أفكار وأفكار وأفكار في كل الميادين باش نخليوها المنطقة هذه تحيا مثل كل المناطق. ثم أمل، الطريق موجود، الهدف موجود ويعني والباب محلول، لكن يلزمنا نمشيو فيها الطريق. ما تقولوا ليش تو حل لنا مشكلنا، ما تقولوا ليش تو جيب لنا، راهو ما عنديش، ما الدولة ما عندهاش، ما نكذبش عليكم، ما نجمش نوعدكم بأشياء غير صح. الشيء اللي نوعدكم به واللي أنا واثق فيه هو أنه ثم طريق وثم أمل وثم مشاريع وثم برنامج، والغمة اللي كانت قبلنا، الحيط اللي كان قدامنا اللي كان يمنع من النظر إلى الأمام، الحيط طاح، تو يلزمنا نمشيو.
لكن لازم برشا عمل وبرشا خدمة وبرشا صبر، وأنا ذاك إن شاء الله ما نتمناش نوصلوا إلا لمكتبنا. أنا توا ما نحبش نخدم معاكم سيدي حاضر يا شكاية، لا قدرة لي ولا إمكانية لي باش نحل ألف مشكل شخصي. كل واحد يقول لي عندي مشكل شخصي، راه مش هذا الوضع، راهي الدولة مش هذا، معيش ياش. الدولة هي تعطي الحقوق وتخلي العدالة وتخلي القضاء وتخلي التنمية هي اللي تحل المشاكل الشخصية. لكن على كل حال أنا نتصور أنه ما نجمش نمنع أي إنسان باش يعطيني مشكلته الشخصية، احنا نحاول بقدر الإمكان، لكن لا قدرة لنا الآن في اللحظة هذه باش ألف مشكلة شخصية تتحل، ولا حتى لي قدرة باش المشكلة العامة بتاع البطار تتحل. لكن الشيء اللي نعود وركز عليه وفهموني مليح، فهموني مليح، أنا لا نحب نحبطكم ولا نحب زاد نعطيكم أوهام. ما نحبش نحبطكم لأنه ما ثماش حل تو جذري لكل المشاكل، وما نحبش أيضا تتصوروا أنه لا ما ثماش مستقبل، المستقبل موجود. الكلمة الحقيرة قبل تخدم ولا ما تخدمش، المستقبل ما ثماش ولا تقرأ ولا ما منعش، هذا انتهى. المستقبل ثم، لكن المستقبل يتطلب الصبر والعمل، العمل والصبر. إن شاء الله يكون عندكم برشا صبر، وإن شاء الله يكون عندكم برشا عمل. وصدقوني أنا أحلم، ما أحلم إن شاء الله نرجع لهالمكان هذا بعد 5 سنوات، أي بأي صفة كانت، سواء بصفتي مواطن أو بصفتي مثقف باش يجي يعمل محاضرة أو بصفتي ونلقى اللي فعلا الكلام اللي كنت نقول فيه اليوم توا يعني يكون تحقق، وأنكم تكونوا أسعد وعندكم هالمصانع وعندكم هالتنمية وأنه المشاكل تحلت وأنه تولي عندكم مشاكل أخرى وتشكيات أخرى. شكرا لكم، بارك الله فيكم، وحظ سعيد لكل أحد. احنا رانا مناش جواعة ومناش عراية، احنا نطالبوا بالعدالة، نطالبوا بالعدالة سيد الرئيس. احنا كنا قبل نطالبوا بالعدالة بين الجهات، بين مناطق الشمال والجنوب والساحل والداخل. الان ثم زادة مفارقة اخرى اللي هي ثم غير عدالة في مناطق الواحد، ومنطقة جلسة ولاية جلسة تعاني كثيرا، والاختار عاني كثيرا من الطفقة هذه. اصبحنا نتكلم عن منطقة الحوض المنجي ومنطقة اللاحة المنجي، وتقريبا حاول منجي الصحيح توزن اقتصاديين وتوزن نظاليين، معليش نقولوا في الكلام هذايا، لكن بقية مناطق أخرى زادة عندها الحق أيضا باش تتمتع بالخيرات هذه، وإن شاء الله يتم اعتمادها في الـ 20% اللي باش يتم إدراجها في المنطقة كاملة، وهكاك يكون التنمية العادلة. العدالة راهي أساس العمران. الجانب الثاني حاب نحكي عليه أنا في القطار، احنا مستبشرين خير في القطار. عندنا منطقة الشط بتاع القطار تم اعتمادها منطقة رطبة ذات قيمة عالمية، منطقة القطار في المدة الأخيرة تم إدراجها ضمن البلديات السياحية، عندنا منطقة سياحية بيئية، المخزون هذا كل قادر أنه يتطور وقادر أنه يزيد يعطي إضافة للمشاكل الصناعية والفلاحة دفع كبير ياسر. احنا سيد الوالي ونعرفوه يحل على الجهة هذه ويحب الجهة هذه، نطالب أنه بمزيد دعم البنية الأساسية في القطار حتى تكون منارة خاصة للسياحة الثقافية، ونعطوا الصورة الجيدة لولاية قفصة. أقدم معلم تاريخي في العالم مدينة القطار، وقع تفنيشها، وقع إقصاؤها عندما هذا جبل شامخ شاهد على بداية النضال. مدينة القطار بداية كفاح مسلح 52 قلعة النضال، وما أدركت مدينة القطار. وقع تهميشنا عند سيادة الرئيس، لم يقع اعتماد القطار في أي من مشاريع ما سمعوها كلام. القطار صحب 22 ألف ساكن ما يتمش اعتماده حتى مشروع، إقصاء متعامد، إقصاء مهمش. تكمل الكلام زميلي، إقصاءنا من الحوض المنجمي رقم، والتاريخ ثابت على مسيرتكم. أول نقابة في الكوبانية في مشاكل صفات قفصة هي أصحاب القطار. أكثر وفيات ماتوا في شركة صفات قفصة هم قطارين، ولم نقع حتى واحد في شركة صفات قفصة. وقع إقصاءنا بطريقة أو بأخرى. نطلب من سيادتك يا رئيس، وكنا متعمشين في سيادتك وانا فرحانين. يقع ارجاء على الاقل نعاودوا السياسه هذه، التشغيل راهي بكل بطاله، ناس كل بطاله، يخرج من الصباح لان عنده حق كهرباء.
شكرا سيدي. اللي يقولوا اللي وعود ما وعود، لا هذوك قبل الناس كانت تعطي وعود وتكذب، احنا مع احنا ما عاش نعطي وعود ونكذبوا. احنا جينا اليوم، اسمعوني اسمعوني، الولاية قفصة هي الولاية الثانية في الاعتمادات يعني في التكلفة في المشاريع. خصت الولاية قفصة لكل 500 مليون دينار، 503 بالضبط مليون دينار، وثم 249 مشروع الآن بدأوا والآن يعني بدأوا يتشاروا. لكن أنا نعرف وأنتم ما تعرفوا، لهذا ما يكفيش. وقت اللي تقول لي التشغيل والتشغيل والتشغيل، يا حبيبي احنا هذاك هجسنا ليلا ونهارا، لكن ليلا ونهارا تعرف أنت وقت اللي تتقرر المشاريع اليوم، وقت اللي نحطوا المشروع باش يولي شغل الناس يحبته 6 شهور 7 شهور عام، ماهيش قضية سحرية راي وماهيش قضية إرادة. احنا أنا موضوع التشغيل نرقد ونقوم به، أنا ويعمل لي كوابيس في الليل. التشغيل هو هاجس هالدولة، ولا هاجس ماكمش باش تعلمونا واجبنا، نحن نعرفوا هذا، لكن نخدموا فيه ليلا نهارا. سناني احنا القضية هي منين نجيبوا الموارد باش نشغلوا الناس، قاعدين نلمدوا في الموارد من نمشيوا للخارج باش نجيبوا الموارد، قاعدين نحبوا نعملوا اكتتاب وطني، نحبوا نعملوا وديعة، نحبوا نصادروا، نحبوا نجيبوا أملاك المخلوعة هذيك باش نخدموا بها الناس، النهار كله احنا نخدموا في هذا، لكن راهي يعني الطلبات والتركة بثقل اللي ما نجموش في فرد وقت في كل مكان. راني انا ندور البيت في كل بلاصة، راني مشيت المكثر ومشيت السليانة ومشيت الدوز ومشيت القبلي ومشيت نفس المطالب نفس المشاكل ونفس الشعور بالقهر ونفس الشعور بالظلم ونفس الشعور بالحرمان. احنا النهار كله احنا في نحبوا نسمعوا الناس، نحبوا نطمنوا الناس، نحبوا نقولوا راكم لاول مرة في تاريخ البلاد راهو عندكم نظام نظيف ونظام الناس كلها تخدم، لكن ما تطالبوش هالنظام وهالناس اللي تخدم تو كن فيكون. احنا هالمشاريع هذه ال 249 مشروع في البنية الأساسية، في التربية، في التطهير، في التعليم العالي، في الصحة، في الطرقات، في الجسور، في الفلاحة، في النقل، في تهيئة مناطق صناعية، ما تكفيش حتى 10% من الحاجيات. ولهذا احنا النهار كله احنا نخدم باش نزيدوا مشاريع أخرى وباش نجيب. يا أخي أنا وقت اللي نمشي ندور في العالم، يا أخي باش نحوس، أنت ماهو ماشي باش نجيب الفلوس، باش نجيب الاستثمار الخارجي، باش نجيب الأموال اللي باش نجموا نصبوها. هذه خدمتنا راهو. التشغيل راهو هاجس الناس الكل، وهاجسنا احنا في الحكومة كما هو هاجسكم. انا فاهم موقفكم وفاهم صعوباتكم وفاهم ظروفكم ونتالم لها كما تتالموا لها انتم. انا ولدكم، انا منكم، انا في عائلتي عندي 4 بطاله وما ندخلهمش باش يخدموا، لان نقول ما دام ما يخدموش الناس الكل انا ما ندخلش عائلتي باش يخدموا. هذا هو عايشينه المآسي كلها، عايشه توازى كل عايشينها المآسي. الشيء اللي طالبوا منكم مرة أخرى هو أنكم ما تفقدوش الأمل. راهو إذا كان فقدتوا الأمل وفقدتوا الاحتمال، تقول لي يا باهي هاو كتيتنا كلام ومشيت. إيه لك تحب نكذب عليك ونقول لك أنا تو باش ننزل على بوتون غدوة الناس كلها تخدم، وقتها يولي كذب يولي توهيم. ما أنا ولدكم ولهذا ما نجمش نكذب عليكم. علاش تحبوا نكذب عليكم؟ نقول لكم هاو عندنا 249، ما نجمش نبيعكم في الأوهام. هاو ولاية قفصة هي ولاية ثانية، ثم مظالم باش تترفع، هذه في قضية انه 20% زي ما تبقى، هذه باش تبقى ابتداء العام الجاي باش تبقى، ثم مظالم انه هالقطارية مطرودين من الحوض المنجمي، سنتدخل بكل قوانا باش تاخذوا حقكم، ثم قضية الصحة، عفوا، ثم قضية الصحة، انا باش ندخل لدى وزير الصحة، مش باش نقول له عندك اخلق لهم، لكن ثم امكانيات وثم موارد باش نجموا نجيبوها باش نعطوا دي زومبيلونس وباش نعطوا كذا. احنا قاعدين نخدموا ليل نهار، قاعدين نخدموا هذاك هو واش قاعدين نعمل.